شكرا للجمهور الكريم، شكرا لكم، نحن سعداء ان نلتقي بكم في هذا الشهر، في هذا الشهر الخاص بالنساء. فهذه الحلقه ديال المسار غتكون بصيغه المؤنث، وسنكرم سيده فاضله تقدم فنا بابداع وشغف وباخلاص، ولها جاذبيه خاصه يحبها كل صغير وكبير وكل شاب وكل شيخ عند اجماع ديال المحبه. علاش؟ لانها تحب العمل ديالها، بدات من الصغر ديالها في الخشبه وما زالت في قمه عطائها، وحنا كنكرموها في قمه عطائها وما زالت تعد بالكثير والكثير. هي ابنه مراكش الباره بهذه المدينه، لم تفارقها بل رحلت حتى الى الباديه لتكون تضم بين الوسط وبين الضواحي، تعيش دائما في قلوبنا. وهذه اللحظه نخليو قلوبنا كتنبض بالمحبه لهذه السيده الفاضله اللي هي كتبغي تسمى فضيله، ماشي فاضله، فضيله بن موسى. مرحبا بك معنا في برنامج مسار. اللهم صل عليك يا رسول الله، صلوا على النبي. لالا فضيله مرحبا بك. اهلا وسهلا. اغلب الحضور من نساء والجمهور ديال كلهم نساء ورجال، ولكن ما عرفتش هذه الظروف او الصدفه، فكنا كنحبوك. جوق الهلال التطواني الان ولا مراكشي، وجوق طاهور ولا تطواني، كنا مغاربه معك لاله فضيله. والله الا كنشكركم بزاف، كنشكر الدوزيام على هذا التكريم هذا. كنشكرك استاذ عتيق على هذا الاحتفاء والاحتفال به في هذا النهار هذا. وكنشكر جميع الناس اللي جاوا وتحملوا السفر والمشقه ديال الطريق وحضروا لي في هذا الحفل هذا. كنشكر المشاهدين اللي معانا واللي اللي معانا في المغرب واللي في خارج المغرب. وشكرا بزاف بزاف، سمحوا لي لانه انا وقت ما وقفت قدام الكاميرا تكون خجوله شويه، ولكن الله اعلم بالقلب كنحب الجميع وكنحبكم. شكرا بزاف بزاف على هذا الحفل. الله عظيم. انا كتعجبني فضيله بن موسى، كتعجبني في القباحات ديالها وفي الظرافات ديالها، كيفاش كتجمع بيناتهم بجوج؟ حنا غنعرفوا في هذا البرنامج ديال مسار فضيله بن موسى اللي غنبداوه بشويه ديال غير التسخينات تقيتيقات خاصين بطاهور، عاد في الاخر غنحميوها ان شاء الله طاهور في مسار فضيله، ونلتقي مع المحبه ومع الطرف المراكشي. تحيه لسي طاهر، شكرا. تحيه لجوق الهلال التطواني، تفضل لاله فضيله. اهلا وسهلا. Thank you.
بالهمة اجني واجني اجني بالهمة هادوك العيون القوحة فرقني على يمنا الله يعطيك الصحة الفنان طاهور، هذه غير البداية ترياق أولي في هذا اللقاء ديال الفضيلة، اللقاء ديال مع الفضيلة بالمساعدة الضيوف ديالك السي مسعود بوحسين اللي هو رئيس نقابة المغربية لمحترفي المسرح وأستاذ جامعي وأيضا رفيق في الإخراج المسرحي، كذلك معنا الدكتور محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير، هذه الجمعية اللي دائما مازال واقفة كما الأطلس تبقى دائما شامخة. مرحبا بك دكتور، فين تلاقيتي واش دائما كنتي كتحضر معها كبنت المدينه ديالك او كان شي نشاط ضمن الجمعيه ديالكم؟ هي في الحقيقه فضيله بن موسى هي شخصيه بارزه في الميدان الفني في مدينه مراكش. فضيله بن موسى انا كنعرفها منذ البدايه لما كانت في اولا في الفرقه ديال شبيبه الحمراء، هناك بدات مع جوج يمكن نعتبرها انا كمدرسه، المدرسة الأولى لها بحال قلتي في الابتدائي، المدرسة الأولى بالنسبة للفن مع جوج الممثلين جوج المخرجين كبار أساتذة كبار اللي هو عبد الكريم بناني وعبد العزيز الزايدي زيادي اللي هما في الحقيقة بدأت معهم في المسرح. وأنا كنعتبر فضيلة بن موسى هي أحد الفنانات اللي من البداية بدأت بانت برزات وبرزات بواحد الشكل جميل جدا، بواحد الشكل ديال البهجه يمكن نقولوا، كتعطي الفرجه ومراكشيه، هذا ماشي غريب لانها مراكشيه واللي يمكن نقولوا المراحل اللي انا شفتها فيها كاحد الاشخاص اللي كيهتم بالفن بصفه عامه والفن المسرحي والسينمائي بصفه خاصه، هو عندها يمكن نقولوا ثلاثه الحقاب، ثلاثه المراحل اللي هي مهمه جدا. المرحلة الأولى وهي ديال المسرح، وهناك تكونت الخشبة وفن الخشبة مع فنانين كبار وتلمدت على على مدرسة جيدة. ثم المرحلة الثانية ديال الثمانينات نقولوا التسعينات، المرحلة الأولى نعتبروها السبعينات الثمانينات، المرحلة الثانية هي ديال التسعينات بدات كتعمل في الميدان السينمائي، السينمائي في التلفزة بصفة خاصة، ومع دائما قد كتستمر في المسرح. وهناك عرفت واحد العدد كبير ديال المخرجين من بينهم محمد حسن الجندي، برقية لا برقية، من بينهم ولاد السيد إلى آخره. والحقبة الثالثة اللي هي مهمة جدا كيفاش بدأت مع التلفزة والسينما والمسرح في نفس الوقت، وهي كنعتبروا احنا كوردة وردة ديال هذيك ديال مراكش. شكرا. وردة في وسط النخيل. وسط النخيل تمام. هذيك اللي غنمشيو للدروب اللي قال السيد الكندري عليه تكلم عليهم وغنشوفوا في وسط منهم وغنشوفوا الذاكره تلامسك وتلامسينها بين دروب مراكش مع السي محمد القنت. مساء الخير السي محمد القنت. مساء الخير عتيق ومساء الخير مشاهدي برنامج مسار. حنا اليوم في مدينه البهجه مدينه مراكش باش ناخذكم في واحد الزياره لعند واحد الفنانه مقتدره بنت مدينه مراكش، فنانه برزات في مجال المسرح والتلفزيون والسينما. نحاول نتعرفوا عليها من خلال شهادة مجموعة من الأصدقاء أصدقاء دربها في مجال الحياة وفي مجال الفن. هذا هو أول نادي اللي كنحط فيه رجليا لاش نقول لك لهوايتي المسرحية. هنا في الحقيقه حققت بزاف ديال احلامي اللي كانت بعيده مني بزاف، اللي كان خيال حتى لمست الحقيقه في هاد البلاصه. هذا تحت رعايه واحد العدد ديال الاساتذه اللي منهم عبد الكريم بناني الله يعطيه صحيحته وسلامته، وشهرمان الله يرحمه، وما كرهتش انا في الحقيقه يكون هاد البلاصه ملكيات.
ما كرهتش ناخذ هذا الدار تكون ديالي حق الله العظيم، لانه كانت الروعه الصراحه، كانت زينه بزاف، وهنا تسقلات المهمه. دائما انا مغرمه باللحظات ديالها. انا كنت نشتغل مع جمعيه، ولكن كنمشي نتفرج، كنسلت وكنمشي نتفرج فيها، لانه بغيت نوصل، بغيت نتالق، بغيت نوصل للعطاءات ديالها، والحمد لله تحقق لي هذا الحلم. كانت الفضيله شعله متوقده، كانت تعمل بكل ما بكل إمكانياتها وبكل طاقتها لتحقق الجمال والإبداع في كل ما تعمله، في كل ما يطلب منها. عند الفرقة ديال الوفاء بطبيعة الحال تما فين بانت القوة ديالها، وفي بطبيعة الحال اشتغلت في مجموعة ديال الجمعيات، ولكن الوفاء هي فاش برزت بقوة. مراكش يعني واحد المدينة فيها خصوبة كبيرة اللي كتولد فيها المبدعين الكبار ويعني الفنانين. هذه المسألة هذه أنجبت لنا هذه الأيقونة من هذا القبيل، وفي الحقيقة هي كانت عليها مضاربات للانتماء لواحد عدد الجمعيات. الفضل اللي عشت كمدة بيان العرقة مزرعية في مراكش، أنا كنت نعرف فضيلة بن موسى من القامات المهمة جدا المستوى المزرعي. طبعا الحال مع الجيل ديالها اللي عشت معهم الفترة ديال العصر الذهبي لمزرع الهوات، تعلمت من الفضيلة بن موسى والممثلين اللي اشتغلوا لحق اليوم الكبير للخشبة. هي من الممثلات القلائل اللي بقوا أوفياء للخشبة. دائما أي جلسة في مراكش كتسالي بالواد، دائما تجرب النشاط. جوج الكلمات خديناهم من هذا التقرير. اول شيء قال مولاي عبد العزيز الطاهري انك تضربوا عليك الناس باش كل واحد يجرك الفرقه، وثانيا عندك واحد التواضع ديالك هو المصدر ديال القوه ديالك. شنو التعليق ديالك على جوج؟ اولا حتى بالنسبه للنساء في ذاك الوقت كان قليل في هذا المسرح، كانوا الناس بزاف كيخافوا على ولادهم، لانه المسرح ديك الساعه ما كانش يعتبر كمهنه زعما عاديه كيف المهن الاخرى. وثانيا شنقول لك، الاجتهادات باش الانسان يوصل لواحد لواحد نقول لك واحد المستوى اللي يخليه دائما يكون مقبول في هذا الميدان ما كانت سهله، ولكن كان احتكاكي بواحد عده ديال الاساتذه الله يطول عمرهم والله يرحم اللي مات، هو اللي خلاني نكون قوية شوية ونحب بزاف هذا الميدان، لأنه في الحقيقة كانت موهبتي ما كانتش دخيلة. أنا حسيت براسي نهار حليت عينيا، ولكن كان حس بنفسي وبدواخلي كاين شي حاجة كتملكني اللي ماشي جات هكاك، لقيتها فطرية فيا اللي هي الفن. والحمد لله ونشكره. نعم دابا وانا قدامكم الله يخطيكم. نعم سي مسعود مرحبا بك، شكرا لشرفكم لينا بالحضور. من رؤيتك كمخرج، شنو هي البروفيل ديالها اللي مازال ما شفناهش؟ عندنا شي بروفيل ربما مازال ما حضرش عند المتلقي باش نعرفوا بقمه القوه ديال الحضور ديالها. اولا وقبل كل شيء، انا باش نجاوبك على السؤال، كاينين بزاف ديال الممثلين اللي كيلعبوا بروفيل واحد، ولكن علاش كيلعبوا بروفيل واحد؟ كيلعبوا بروفيل واحد لانهم ربما حسوا بانه هو الناجح، وكيخافوا انهم يبانوا في شي صوره اخرى وما ينجحوش فيها، وتيبقاو متمسكين بهذاك البروفيل. باش يخرج الانسان من البروفيل الواحد تيخصو التواضع والمغامره. واعتقد انها ما نقدرش نقول لك دور معين، ولكن
اللي عنده هذه الملكة يمكن يلعب أي دور. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك السي سعود. أنا غادي نعلق مباشرة بلا ما تعلق. يلا تفضلي. أش نقول لك، أنا حسيت براسي صغيرة بزاف قدام هذا المخرج، هذا الدكتور، هذا السي مسعود بوحسين. زعما حسيت براسي بأنني ما كنعرف والو في الميدان. ملي وقفت قدامهم تبارك الله كان هو وكان سي حسن هموش، كان مؤلف ديال مسرحيتنا دروك اللي باقي لنا بها عروض، باقي كان ظروف المغرب الحمد لله كانت بها واحد الجوله ليا كبيره ليا، خلينا تبارك الله مشينا للمهرجان قرطاج اللي في تونس، شاركت في الكويت في مهرجان المسرح العربي اللي في الكويت، وعاد واحد العدد ديال العروض زعما لا تعد ولا تحصى، لدرجه ان احنا ولينا دروك بروغراميين عندنا واحد العدد ديال العروض غير غادي. هكاك تبارك الله. نقدروا نعرف الاسم ديال هذه المسرحيه؟ المسرحيه هي ضيف الغفله. نعم. من تاليف حسن هموش واخراج الدكتور مسعود بوحسين. كنشكره بزاف على الثقه. انا في الحقيقه حسيت براسي بانني دخلت لفوفاس في وسط واحد المعمعه، ماشي لانه ما وليتش قدها، لانه انا كنحس براسي انا حتى قدراتي ما يمكنش نوقف انا قدام واحد العدد ديال الشباب تبارك الله ولاد المعهد اللي عندهم قدرات عاليه بزاف بزاف وتكوين وعاد حب الميدان، وهذا اللي منهم عادل ابا تراب، كاينه مريم الزعيمي، كاين سعيد ايت باجا، زعما ممثلين تبارك الله الاكفاء شباب ولكن كبار بزاف. ايوا استاذه كنت متألقة في هذاك العمل لأنه كانت فيه الروح ديال العمل الجماعي، وكانت فيه الروح ديال الانصهار ما بين المشاركين، وما كانش فرق ما بين الشباب والجيل القديم، بل كان الانصهار مهم جدا، ولعبت فيه الأستاذة واحد الدور مهم لأنها كانت بمثابة الأم الحنون ديال الفرقة، ماشي غير ملي كنكونوا كنشتغلوا ولكن حتى خارج. أستاذة ملي كتدخل في شي عمل كتدخل عليه مباركة مسعودة. الله يخليكم أستاذ، شكرا. أسيدي أخجلت تواضعي يا دكتور. أنا غادي نمشيو لوجدة ومع صوت دافئ، صوت ناعم، صوت قوي في الرقة ديالو، فاطمة الزهراء الخرطبي. مرحبا بك في مسار ديال الفضيلة بلموس. أهلا وسهلا. حتى حد ما صبر
الوحش عليا هذي الوحش عليا انا يا غرراني غريب لانني فاني عليا هذي الوحش عليا تبقي معنا مرحبا بك معنا مع فاضل بن موسى. شكرا لفاطمه الزهراء القرطبي تبارك الله عليك. السي مسعود والدكتور الكنيدري انا لاحظت واحد ملاحظه، اغلب الناس بمجرد تحضير البرنامج مسار كلهم اجمعوا على حب فضيله على اختلاف الانغام ديال المنطق ديالهم. شنو السر ديال هذا الاجماع ديال الحب؟ كل الناس يحبوها، كل واحد علاش؟ شنو السر؟ شنو هي الوصفه ديالها؟ انا كنظن الموهبه اولا، الموهبة اللي هي موهبة طبيعية، يعني يمكن نقولوا إني بالفرنسية، يعني ذاتنا من حيث الموهبة. أولا تحدي، ثالثا عطاها الله هذه الموهبة يعني بجميع الأشكال ديال التمثيل، لا في المسرح ولا في التلفزيون ولا في السينما، وهذا شيء مهم جدا. ثم عندها واحد يمكن نقولوا كامرأة عندها واحد
جاذبية مبسومة يعني مبشورة جذابة مبشورة واحد نعم. شي حدا يمكن نقول شي خفة مبشورة وهذا كيعطيها واحد السر سر عند من عند الله تعالى الله نعم. والموهبة نعم سي مسعود انا ترى حكيتي بها انا ربما التجربة اللي كانت عندي في العمل مع الأستاذة فضيلة كنظن ان قوتها الأساسية كتكون في واحد ثلاثة ديال العناصر الخصوصية الإنسانية ديالها واحد السيدة اللي كإنسان قبل ما نهضروا عليها كفنانة تحب الخير للناس ما عجزت عليها الصداع ما كتهضر في الناس بعيب كتلقاها دائما إنسانة مليئة بالإنسانية المسألة الثانية هي الموهبة ديالها القوية كما قال الأستاذ وعندها واحد النوع ديال الموهبة اللي تلقائية واحد تلقائية عندها عجيبة تبارك الله عليها المسألة الثالثة واللي هي مهمة أيضا هو الإصرار أستاذة فضيلة لا تحب الفشل اللي كتكون شي مشهد أو لا شي حاجة مستعصية أنها تقد ما كتعاتقش بهذا المعنى الا حتى كتكمل الخدمه وكنظن انه اجتمعت فيها يعني اهم الصفات اللي كيخصها تجتمع في الفنان كانسان وكمبدع عنده مسؤوليه تجاه الجمهور ديالو كنعتقد انها تحترم جمهورها وتحاول دائما ان تقدم له احسن ما عندها. غادي نشطحوا الرقاده ونتريفيت نمشيو للمناطق ديال الريف العزيزه والغاليه مع ايمان الوادي اللي غتقدم لنا واحد الكشكول ريفي في هذه المناسبه اهداء لك الفنانه فضيله. ايمان الوادي تفضلي. Thank you.
الكريم.